يحرم النجس مطلقا كالميتة، الميتة نجسة وهي حرام، لا تحلوا الميتة، حرمت عليكم الميتة. والدم كذلك حرام، ولحم الخنزير حرام، كل هذا أكله حرام. يستثنى من الدم الكبد والطحال، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الدمان فالكبد والطحال، وأما الميتتان فالسمك والجرى. إذن ليست كل ميتة حرام، ولكن ميتة السمك حلال كلها، وكذلك الجراد يكون حلالا دون أن يذكى، وكذلك الدم الطحال حلال، والكبد حلال، والدم العروق اليسير كذلك حلال. قال: وكذا البول والروث. البول حرام لأنه نجس، لا يجوز أحد أن يشرب البول، والروث حرام لأنه نجس، لا يجوز أحد أن يشرب الروث. قال: ولو طاهرين. قال: ولو طاهرين، لأن على مذهب أحمد أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، كبول الإبل وروث الإبل والغنم والدجاج والطيور المأكولة، كل ما يؤكل لحمه يقولون روثه وبوله طاهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما استؤذن بالصلاة في مرابض الغنم قال: صلوا فيها، فدل على أنها طاهرة. وأذن للعرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل للعلاج، فدل على أنها طاهرة، لأنه لم يجعل الله فيما حرم عليكم دواء. فإذا البول والروث الأصل فيها أنها نجسة. بول وروث ما يؤكل لحمه، كما قلنا الإبل، البقر، الغنم، الدجاج، الطيور المباحة، هذه كلها روثها وبولها طاهر. لكن مع هذا لا يجوز للإنسان يشربه بدون سبب، لاستقذاره، لا يجوز لأحد أن يأخذ روث بعير ويأكله، أو بول بعير ويشربه لغير العلاج، من باب والله التفكه به، يقول والله بالعكس هذا يقوي المعدة أو كذا، لا يجوز شرب أبوال الإبل بدون سبب إلا أن تكون علاجا، أما غير العلاج فلا يجوز شربها. وكذا أبوال الغنم وأبوال الطيور وغيرها مما يؤكل لحمه. نعم.